السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير وعلى خير. المهم ركز معايا، هذا واحد التوضيح اللي هو مهم، وهذه واحد المعلومه مهمه بزاف. هذه تقريبا واحد اليومين حطيت لكم هذه السطوري، هذه اللي قراها كلشي وتفاعلوا معاها الاغلبيه ديال المواطن المغربي اللي مشى لابونك عنده غير الفوتوكوبي ليغاليزي ديال لاكارت ناسيونال ومتانعوا انهم يقدموا لي الخدمه، مشى دعاهم حكمت لي المحكمه بالتعويض وهذه المسائل كامله. ولكن ماشي هذا هو السؤال. السؤال اللي سولته الاغلبيه فيكم تقريبا واحد 90% سولتوني: خويا امين، كيفاش غادي ندير؟ نتبت للمحكمه ان هذاك الموظف اللي في لابونك ما بغاش يقدم لي الخدمه. وهنايا هذه المعلومه ديجا كنت بارطاجيت معكم، كاين واحد رجل قانون اللي هو مهم واللي هو المفوض القضائي اللي كيعاين الضرر اللي كان تعرضوا ليه سواء في الادارات سواء على الشارع او لا، كيعاين الامتناع. مثلا انت مشيتي للشركه والبواب ديال الشركه قال لك سير الله يعاونك، راه الباترون مجري عليك هنا، ما خصكش تمشي تنعس وتقول غادي ندعيهم من بعد او لا تلف. ضروري تخصك تتصل على وجه الاستعزاز بالمفوض القضائي باش كيعاين وكيحرر لك المحضر ديال الامتناع او المحضر ديال الطرد. دونك هذا هو المهم. وهذا المفوض القضائي هو مهم، واحد الشخص وواحد رجل القانون اللي هو مهم كيعاين جميع الاضرار اللي نقدروا نتعرضوا لها وكيفرغها في واحد المحضر، وهذاك المحضر كيتعتبر محضر رسمي كيتعتمد كدليل وكقوه ثبوتيه في الملف ديالك في المحكمه. دونك هذه واحد المعلومه اللي هي مهمه بزاف. كيفاش ندير نثبت الضرر؟ دائما جميع الاضرار سواء اللي تعرضنا لها في الشارع العام او لا في الادارات او لا في الشركه او لا مثلا حتى في المعاملة مع الناس، ضروري نلتجئ للمفوض القضائي باش كان كيحرر لنا واحد المحضر ديال الامتناع او لا محضر معاينه هذاك الضرر. دونك هذا هو اللي كاين. هذه واحد المعلومه اللي هي مهمه بزاف، بارطاجيوها مع الناس اللي كتعرفوا والناس اللي عزاز عليكم والناس اللي ما عزازش عليكم، بلا ما تبارطاجيوها معاهم. هادشي اللي كاين، تبارك الله عليكم.